السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وأموركم على ما يرام. اليوم غادي نديروا مع بعضياتنا لازاني. تبعوا معايا الفيديو لأنني كندير واحد الإضافة اللي كتخلي هاد لازان كتجي بنينة بزاف ولذيذة. خديت مقلاه ودرت فيها تقريبا واحد نص كاس ديال زيت الزيتون، وضفت ليه واحد البصلام مشلطة، بصلة تكون متوسطة، شلطتها. من بعد غادي نزيد عليها شويه ديال الثومه، واحد الفصوص، جوج فصوص ديال الثوم، وغادي نخليهم كيتقلاو. هنا غادي نضيف واحد الكميه ديال الكفته على حسب الرغبه. هنا عندي انا شي 300 غرام هكا درت، حيت ما غاديش ندير كميه كبيره ديال لازان، غادي ندير غير على حسب ولادي، حيت حنا ديجا ناصبه واحد الطويجين الخضراء، يعني ما كثرش بزاف، تكون ديك 300 غرام صافي. كنخلطوها مع ديك البصيله، كنحاولوا نفرتوها وندمجوها مع ديك البصله، ونخليوها حتى هي تقلى. بالنسبه للناس اللي باغيين يزيدوا الخضر فيديروا لازان بالخضر، ففي هذه المرحله مثلا كتغابي الخيزو اولا الكورجيت، كديرهم غابي وكتزيدهم هنا مع الكسه، وكتخليهم كيتقلاو مع ديك الكويته والبصله حتى كيطيحوا مزيان. عاد من بعد كتزيدوا لاصوص طوماط، عملت الصلصة جاهزة. ممكن انكم تصاوبوا لاصوص طوماط في الدار، يعني تحكوا مطيشة او لا تطحنوها، وزيدوا معها مليحة وبصار وحتى شوية ديال التومة. بالنسبة لهاد لاصوص ديال لازان، الى درتوا التومة مع البصلة فلا داعي انكم تزيدوا التومة مع الصلصة. صافي زويتة ديال العود، كيف ما قلت لكم مليحة وبصار، يعني كنظن انا لا داعي اننا نديرو ديك العطريه اللي كنديرو حنا في الشرموله مع ديال الحوت ومع لاصوص الطوماط، لان هاد لازان كتبغي الصلصه تكون شويه محايده في المذاق، لان مازال غادي نضيفو الفرماجين باش ما كيجيش داك المذاق ديال العطريه طاغي، يعني كيجي واحد المذاق خفيف وبنين في نفس الوقت، والمذاق ديال الفرماج كيكون باين. هنا ضفت واحد المكعب ديال الخضر، غادي نكتفي به، ما غاديش نزيد الملح. وهذا المكعب عندي فيه المذاق ديال الكرافس، كنعرفوا الكرافس كتوتم مزيان مع لاصوص بولونيز، يعني في الوصفه الاصليه ديال لاصوص بولونيز كيديروا فيها شويه ديال الكرافس. هنا زدت واحد نص معلقه ديال الابزار. صافي غادي نخلطوا كلشي وغنسدوا عليه ونخليوها تطيب. من بعد ما طابت لاصوص بولونيز نص طيبه، يعني نصف مده الطهي، حاولت نخلطها شويه ونفتس ديك الكفته اللي مازال مكوره. دابا زدت عليها شويه القزبر معدنوس والتنسيم، وغادي نضيف كذلك شويه ديال البازيليكا والحبق، اللي عنده طري يديرو، اللي ما عندوش يدير مجفف كيف ما درت انا. صافي دابا لاصوص بولونيز ديالتنا راه وجدات، تعلكات ولات من داك الشيء رفيع. غير واحد النصيحه بالنسبه للطيب ديالها، راه هي راه كتبغي شويه ديال الوقت، بالنسبه للايطالي راه كيخليوها حتى 3 السوايع عاد باش كيقولوا راه حنا عندنا لاصوص بولونيز. دابا صافي غادي ندوزو باش نمونطيو لازان. كندير واحد الطبقه ديال من هاد لاصوص،
دابا راكم كتسالوا كتقولوا مالها ما صوباتش لاصوص بشاميل، ما كنديرهاش انا بلاصوص بشاميل، كنديرها بهاد لا كريم سومي ايباس، هي باش كديرها اولا كريم ليكيد كما بغيتو، هي باش كنطلع انا لازان، ما كنديرش لاصوص بشاميل، وكتجي بنينه بزاف. بالنسبه لك كانت عندكم لا كريم جاريه ماشي مشكل، غير ديروها راه كتعقد مع الطياب، او كاع الا بغيتو تردوها ايباس كديروها في واحد الكاسرولو تزيدو عليها واحد المعلقه صغيره ديال النشا، صافي غير كتسخن راه كتعقد مع داك النشا اللي درتي فيها، ومن بعد كتستعمليها. صافي دابا راه غادي ندير كوش ديال لاصوص بولونيز وشويه ديال لاكريم. بالنسبه لهاد لازان اللي عندي انا راه ما كتحتاجش انها تفزك، كنديرها هكذا ناشفه. الا شريتو نتوما لازان دائما قراو طريقه ديال الاستعمال، راه كاينه اللي كتبغي تفزك وكاينه اللي ما يعني ما كتحتاجش، يعني ضروري انكم تقراو لا تمشيو ديروا في حالي هكا تكون هي خاصها كتفزك، تكون خاصها تفزك تجيكم في الاخر قاصحه يعني ناشفه. صافي كنستمر بحال ما هكا، كنحط الوريقات ديال لازان وكندير واحد الكوش ديال لاصوص بولونيز، وكنزيد على لا كريم ايباس، وكنزيد الفرماج، الفرماج على حسب الرغبه. انا اليوم غنكتفي بالايمونتال، بعض المرات كندير تندير 3 فرماج، كنخلط الايمونتال مع الموتزاريلا مع البارميزان. ممكن انكم ديروا هذاك داك الخليط ديال 4 فرماج اللي كيتباع، ممكن مهم ديروا الفرماج اللي كيعجبكم، غير هو ما ديروش الموتزاريلا بوحدها لان كنعرفوا بان ما فيهاش ماشي مذاق، هيك فيها مذاق هي محايد ما كتعطيش البنه. حاولوا ديروا شي فرماج يكون شويه بنين. صافي غنستمر هكذا حتى كنكمل الطبقات ديالي. المهم اليوم ما غاديش ندير طبقات بزاف، ما عرف انا كنمشي حتى 8 9 طبقات كتجي عاليه، اليوم غنكتفي غير بخمسه لان كما قلت لكم هذا غير طبق اضافي زدتو اليوم، درتو الوليدات حيت تشهاو، اما انا درت واحد الطويجين ديال الخضره من داك الشي رفيع. ها هو خدام كيطيب اللي وريته لكم. المهم نرجعوا للازانيا ديالتنا. صافي هذه اخر طبقه، بقى لي واحد شويه ديال لاصوص المقله، غنزيد عليه ديك لا كريم ايباس اللي بقات ليا، غنخلطهم وغادي نزيد هذاك الايمونطال اللي شاط، راه ولات عندي ان صوص غوص. صافي وغادي نديرها من الفوق باش ديك الورقه الفوقانيه ما كتجينيش ناشفه، وكي كتعطي حتى اللون زوين ملي كتحمر. بعد ما غطيت الطبقه الاخيره بهذيك لاصوص اللي صوبت، دابا غادي نقطع واحد الكميه ديال الموتزاريلا، نقطعها بحال هكا غونديل باش كنستفها من الفوق. الا عندكم موتزاريلا غابي ممكن انكم ديروها. هاد الاضافه كتعطي واحد الطبقه لذيذه من الفوق، وحتى المنظر كتيكون غاتيني ومحمر كيشهي. هذا هو الشكل ديال لازان بعد ما خرجتها من الفران، كيف ما كتشوفوا سرقات معايا انا واحد 40 دقيقه على عافيه متوسطه، يعني ملي يكون الفران سخون غيكون الفران سخون في الاول، ملي تدخلوا غادي تنقصوا، غديروا عافيه متوسطه
يعني بين مهيله ومتوسطه، وتخلوها تطيب على خاطرها باش ما تحرقش لكم من التحت. وكما كتشوف راه كتخرج محمره وطايبه من داك الشي الرفيع. نتمنى لكم تجربوا طريقتي في تحضير لاسان. ما بقى غنسد معكم الفيديو، وخليتكم على خير، ونقول لكم بالسلامه.